مساء النور، مساء الفل ياسمين، الله يحفظك، تعيش بالصحة ولا أنا إن شاء الله. ماشي بزاف، وي أنا وياك عندنا بزاف، واحد ثلاث سنوات لا يمكن، ثلاث سنوات. كنا في واحد لوطيل زعما راسك. ثلاث سنوات وي. صافا؟ صافا الحمد لله. واش شفت في رمضان هذا من الأعمال؟ يعني في أغلبية الأعمال على الأقل ولا أكثر نشوف من خمس حلقات حتى العشرين حلقة ونكوبي نشوف دي باساج كان نشوف حلقة كاملة حسب المود وحسب العمل والحقيقة نقول لك لازم كل الأعمال تحترم وعلى بالي باللي كونديسيون واللي كوليس تاع الأعمال اللي تجوز في رمضان مع فيما يخص الوقت الإمكانيات مازالت فيها صعوبات وان شاء الله تتساهل الامور في الجزائر ان شاء الله ونبدو اعمال احسن واحسن وتطور في الجزائر ان شاء الله عن قريب. واش العمل اللي شفت روحك حتى كنت لا والله والو والله غير انا معنا انسان لا لا والله بكل روح رياضيه تعلمت انه تقبل ونفرح لنجاحات الاخرين عادي النجاح كنت تفرح لهم بس انا كنت تكون حتى في عادي مسلسل بس انا شويه عندي الايجو انا اكون البطل يا ما كنتش اكون او لا اكون تي بي او نوت تي بي الايام تبغاك مسؤول عبار لا صارت مسكين اصلا والله غير عندي امور ان شاء الله تكون عن قريب خليها يعني ماشي سهر لكن خليها نصرح كي طيب مليح اننا نفكوها ونعطيوها دسمه ونعطيوها سخونه. مازالك مدير للجزائر ما وقفتهاش السيمانه كل الناس اللي ما تقبلك انا واش نقول لك هذه بلادي نسال فيها وتسال فيها ومستعد نموت على بلادي الجزائر انا ولد الجزائر. بقات هذيك السوشيال ميديا سي ادوار تلعب وهم يلعبوا دوني ادوار في التعليقات و لكن الحمد لله يعني في برا ما بالعكس الناس تحترمنا ونحبهم ونقولوا اللي غلطنا معاكم يسمحوا لنا واللي غلط معنا راهم سامح. على اثر فيك غياب بنتك عليك شويه وعندي زوج انا لانه تعرف طلقت طلاق صعيب عليا صعيب على البنات صعيب لكن هذه الحياه لازم استمراريه لازم نشوف المستقبل تاعهم نحبهم بزاف نموت عليهم جامي نسيتهم هم دائما في القلب. عندي زوج ماتيا وجوليا ماتيا وجوليا I love them هم في قطر ان شاء الله يتعلموا العربيه وهم يتكلموا الانجليزيه حاليا لكن يتعلموا في قطر العربيه فنقول لهم بالانجليزيه I love you so much my beautiful daughters and you are always you're always here in my heart so I'm keeping going for you and you are my beautiful angels. لازم تجاوبني قصتك مع موليا بن فضول باش نحطوا نقاط على الحروف وجوهكم حببوكم في مواقع التواصل الاجتماعي زميله خدمت معها مده اربع سنوات نحترمها تحترمني هي افير واش صرا في لي كوليس ولا واش صرا في لي بلاتو سي تورناج ونتمنى لها النجاح ان شاء الله في حياتها ان شاء الله حياتها العمليه والحياه الشخصيه. لو ما كنتش في الموديلينغ وفي التمثيل واش تكون؟ نكون في الموديلينغ والتمثيل. يعطيك الصحة. ميرسي ربي يعاودك.